FM. الثامنة ليلا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة النقل تعلن في بلاغ لها أنه بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقرر الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظمة للأشخاص، التاكسي الفردي، سيارات اللواج، التاكسي السياحي والنقل الريفي. كما سيتم العمل بهذه التعديلات بداية من تاريخ 15 ديسمبر الجارية. أفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في إطار مكافحة شبكات ترويج المخدرات والإطاحة بها، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، احتفظت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بثلاث أشخاص من ذوي الشبهة، من بينهم فتاة، بعد أن تم حجز داخل سيارتهم أو سيارة أحدهما عدد 5 صفائح من مخدر القنب الهندية. استقبل وزير السياحة محمد المعز بالحسين مساء اليوم الخميس غرة ديسمبر الجارية المشرف العام لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالغرفة الفتية العالمية، مرفوقا بوفد من الغرفة الفتية التونسية، وذلك بمناسبة زيارة العام التي يؤديها حاليا إلى تونس للوقوف على مدى استعداد الغرفة الفتية التونسية لتقديم ترشح تونس لتنظيم المؤتمر العالمي للغرفة الفتية العالمية سنة 25 و2000، وذلك خلال جلستها العامة التي ستقام في شهر نوفمبر 23 و2000 بسويسرا. وتولى الوفد تقديم فكرة عن المؤتمر العالمي وما سيمثله من فرصة هامة للترويج لتونس في الخارج، خاصة وأنه من المنتظر مشاركة حوالي 4000 شخص من مختلف البلدان. وفي علاقة بالشأن الصحي وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدة، نظمت وزارة الصحة اليوم الخميس غرة ديسمبر الجاري بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة تونس ندوة إعلامية تحسيسية بالشراكة مع البرنامج المشترك للأمم المتحدة لمكافحة السيدة، وبحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، إلى جانب المتداخلين في مجال مكافحة السيدة من خبراء والمجتمع المدني والإعلاميين. وتناولت خلال مراحل تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة السيدة والأمراض المنقولة جنسيا ومزيد التنسيق بين الشركاء الوطنيين والدوليين وتوحيد الإمكانيات قصد بلوغ الأهداف المنشودة للقضاء على السيدة بحلول سنة 30 و2000، فضلا عن ضمان مبادئ الحق والمساواة في العلاج والقطع مع الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس السيدة وفيروس فقدان المناعة المكتسبة. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبد الحطاب وبقية الفريق.